إلا أن السيدة زينب لها مكانة خاصة عند المسلمين، خاصة المصريين، فإذا ما أطلق لفظ السيدة في مصر انصرف الذهن مباشرة إلى السيدة زينب وحدها دون غيرها، فهي السيدة، وهي عقيلة بني هاشم، وهي الطاهرة، وهي الفاهمة غير المفهمة، والعالمة غير المعلمة، وهي جبل الصبر، وهي بطلة كربلاء، وهي الحوراء، هي زينب الكبرى عليها السلام بنت الإمام علي بن أبي طالب. فمن أبوها؟ أبوها علي. إن سألت علي وقلت له عرفنا بنفسك يا أمير المؤمنين، سمعته وهو يقول محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وفاطمة بنت محمد زوجي وسكني، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن له سهم كسهمي. هذا أبوك يا زينب، من أنت يا أمير المؤمنين؟ قال لك أنا الفتى الغالب علي بن أبي طالب، فارس الهيجة علي، الإمام الكرار الذي قال فيه سيدنا حسان ابن ثابت شاعر سيدنا محمد: جبريل نادى معلنا، والنقع ليس بمنجلي، والمسلمون قد احدقوا حول النبي المرسل، لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. هذا أبوك يا زينب. من أمك؟ الزهراء البتول، فاطمة بضعة الرسول. من أرضاها فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني، هكذا قال عنها أبوها سيدنا محمد. من أولادك؟ لها خمسة من الأولاد: سيدنا عون الكبير الذي استشهد وهو في أحضانها في واقعة كربلاء، هذا اليوم المشؤوم الذي ما مر على المسلمين يوم أشأم منه، هذا اليوم الذي لو تحدث عنه التاريخ لجث على ركبتيه، ولو تكلمت عنه الدنيا لتمرغت تحت قدميه. إنها المعركة الفاصلة بين الحق والباطل، بين الطغيان وبين آل بيت الحبيب العدنان. قانون الطغاة واحد في كل عصر وفي كل مصر. سيدنا عون ولها ولد يسمى بسيدنا علي، ولها ولد يسمى بسيدنا العباس، ولها ولد يسمى بسيدنا جعفر، ولها بنت تسمى بسيدتنا أم كلثوم. من أخوالها ومن خالاتها؟ إنهم أولاد الحبيب محمد. خالتها أو خالاتها السيدة زينب بنت سيدنا محمد، ولقد سمى رسول الله زينب بنت علي بزينب تخليدا لذكر ابنته السيدة زينب بنت سيدنا محمد، اللهم صل عليه. خالاتها سيدتنا زينب بنت سيدنا محمد، وسيدتنا رقية بنت سيدنا محمد، وسيدتنا أم كلثوم بنت سيدنا محمد، وأخوالها سيدنا القاسم ابن سيدنا محمد، وسيدنا عبد الله الطيب الطاهر ابن سيدنا محمد، وسيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد. ومن جدتها؟ إنها السيدة خديجة بنت خويلد التي تربعت على عرش قلب سيدنا محمد. ومن جدها؟ إنه سيدنا محمد. هذه هي السيدة زينب. ومن زوجها؟ قطب السخاء سيدنا الإمام عبد الله
ابن جعفر ابن أبي طالب، قطب السخاء، سيدنا عبد الله ابن جعفر الطيار ابن عم ستنا السيدة زينب. هذه هي أسرة وبيئة سيدتنا زينب التي أنتجت لنا هذه الدرة المصون.